زي الانكار، زي الالغاء، زي التعميم، زي الرمزيه، كل دي هتلاقيها ان شاء الله في الحيل الدفاعيه اللي ممكن يلجا ليها الانسان. عندنا كمان الحيل دي احلام اليقظه واحلام النوم والهفوات والكراهيه، كل دي حاجات ممكن يحاول الانسان فيها يفرغ الرغبات لكن ما تخلصش منها. عشان كده بنقول يا جماعه ان الحيل الدفاعيه وسائل ليست علاجيه. وبنقول ان الاسراف، خلي بالك كده، الاسراف في الحيل الدفاعيه دليل على وجود الاضطراب النفسي او المرض النفسي. الاسراف فيها هي مطلوب في بعض الحالات، لكن الاسراف في استخدام الحيل الدفاعيه صوره اصليه تدل على وجود الاضطراب النفسي. الانسان السوي هو اللي بيسرب غلطاته وبيخرب طبيعته بصحها بوحشها بعيوبها عشان لما اطلع عيوبها اقدر عليها. لكن طول ما انا بلبيتها، طب انا مش متعرف عليها انا نفسي. خلي بالك ان خطوره الحيل الدفاعيه انك ما تيجي تواجه حد يقول لك لا انا ما بعملش كده. ان هو ايه؟ ده احنا اتفقنا ان هي ايه؟ لا شعوريه. يا شيخ لا شعور بيحرك سلوكيات البشر.